وفي الشمال السوري قتل 13 مدنيا في قصف نفذته مساء أمس طائرات روسية على أحياء البستان، بستان القصر والأنصاري والمشهد في مدينة حلب. وذكر مسؤولون في الدفاع المدني أن القصف استهدف مناطق سيطرة المعارضة وألحق أضرارا كبيرة في الممتلكات، كما شنت المقاتلات الروسية قصفا بالصواريخ الفراغية على مناطق سكنية في حي المشهد، وهو ما أسفر عن قتلى وجرحى في الصفوف المدنيين، إضافة لدمار هائل في المباني وفق المصادر ذاتها.